الاخر يدحين وحضرها. ما قصرتم. اسلم. هنا عبد القادر يا كنترول يقول المكيف اليوم بارد وانا اشعر بنفس البروده فخففوه شوي. اي الجو بارد. طيب تحبون نبدا ان شاء الله؟ جاهزين يا شباب؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن الإعلام وبعض الأمور التفصيلية في الإعلام. أتحدث عن هذا الموضوع لأهمية متعددة. الإعلام شاغل الناس وماخذ وقتها عن طريق الجوالات، عن طريق التلفزيون، عن طريق جميع الوسائل الإلكترونية المتعددة، بالذات الجوالات. أتكلم اليوم عن الإعلام لأنه إذا أردت أن تغير قيم وثقافة أي مجتمع ركز على الإعلام وبث فيه القيم اللي تبغاها، الناس سوف تتشبع بهذه القيم. أبغى أخلي الأطفال يحرصون مثلا على أمر خير ولا غيره، مثلا في دراسات كثيرة تقول ما يقدم في الإعلام للأطفال فيه درجة العنف عالية. روح حلل ما يتعرض إليه الأطفال من وسائل إعلامية، سواء أفلام كرتون، سواء ألعاب عن طريق الأيباد ولا غيرها، تجد العنف فيها عالي، فأعرف أنه ينعكس على حياتهم. تريد أن تروج لقيمة طيبة وإيجابية، بثها عن طريق الإعلام. قيمة سلبية لا قدر الله، تبغى تنشر مثلا التدخين في مجتمع ما وهذه قيمة سلبية خاطئة، بثها عبر وسائل الإعلام، تلقى الناس بدأ ينتشر بينهم. الإعلام مهم جدا. الذي يظهر في الإعلام هو جزء وخلف أمور كثيرة. اليوم أبغى أتكلم وحاول أظهر للسادة المشاهدين والمشاهدات بعض أمور الكواليس. والزملاء بعضهم إعلاميين عندهم خبرة فالحمد لله، وبعضهم في شغلات جديدة، فاليوم بركز في حديثي عن مصطلحات إعلامية مهمة لكل إعلامي يعرفها. فجاهزين؟ مصطلحات إعلامية. الآن هنا المشاهدين يشوفون عندي إذني، هذه ما فيها شيء. الإذن هذه إيش فيها؟ سماعة. هذا العرف والكلام اللي قلته صح، ولكن هناك مصطلح عالمي في أي مكان في أي دولة تروح يسمونها اسم آخر. يعني تروح تصور في مثلا حتى لو دولة عربية، في مصر ولا لبنان ولا دبي ولا غيرها، سوف تجد يسمونها باسم. تروح للصين، للهند، لبريطانيا، لها اسم واحد. فخلونا نعرف هذه المسميات. هذا ايش اسمه؟ هذا اللي هنا مايك، هذا له اسم، وانا جايب بقية الادوات معي. ما الفرق بين هذا المايك وهذا المايك؟ يبغى يميز هو. بعض الاحيان يكون عندك كمنشد على الطاولة هذا المايك، وفي المايك هذا محطوط، فهذا يسمونه اسم وهذا يسمونه اسم. ففي تفاصيل كثيرة اليوم ابغى اذكرها، وبعض الاحيان المتابعين ما يعرفونها، خلونا نقولها لهم. يعني مثلا هل المذيع الذي يقرأ نشرة الاخبار هو حافظها ولا يقراها من ورق ولا من ايش؟ من شاشه. الشاشه ايش يسمونها؟ لها اسم ولها تفاصيل. اليوم كل شغل مصطلحات اعلاميه نعرفها، نتعرف عليها، بعض كواليس الاعلام. بالنسبه لي يوم جيت اختار هذا الموضوع اشوفه عادي، لان انا دراستي مثلا اعلام، ادرس الحمد لله من اول ماجستير اعلام، ادرس الان دكتوراه اعلام، عملي اعلام في وزاره الاعلام، مؤلف عدة كتب إعلامية، فأشوف هذه الشغلات بيسك. ولكن بعض الزملاء يقول يا أخي هذا مهم، ليش ما تتكلم فيها؟ قلنا بسم الله، مع أنها تعتبر مقدمات، بس خلونا نتكلم عنها، وسوف أتكلم في عموميات لن أدخل في تفاصيل حتى لا تكون مملة. فنبدأ بهذه بما أني ذكرتها، المايك والصوتيات والشغلات هذه. طيب المايك هذا يسمى، عشان أفرق بينه وبين الثاني، ميكروفون. طيب المايك الذي هنا معلق هذا نيك مايك، بمعنى انه هنا يكون دائما متعلق. لابس ثوب يكون في هذا المكان، لابس بدله وكرافته دائما يعلق على الكرافته او في طرف الجاكيت، فهذا اسمه نيك مايك. الذي في يدي هذا الهاند مايك، ترجمتها بالعربي اللي هو خلينا نقول
مايك يدوي، وهذا يعني خلينا نقول الأقرب إلى الرقبة، مايك الرقبة أو شيء من هذا القبيل. فهذا المصطلح ليش نقوله؟ لأنه في كل مكان تروح تصور في أي دولة مع أي فريق تصوير مصطلحات متوحدة. فهذه اتضحت الآن، نيك مايك، هاند مايك. طيب الجهاز الذي في إذني، طبعا مرة ثانية النيك مايك بعضهم مو شايف إلا السلك، خلينا أرجع أكمل على النيك مايك. هذا هو الجهاز كاملا، أنا جايبه معايا، هذا هو الجهاز. كل متسابق موجود هنا معاه إيش؟ نيك مايك. كيف حاطه؟ حاطه بهذا الشكل، معلقه هنا والباقي مدخله من تحت الثوب ومعلقه في الداخل. فبهذا الشكل، هذا هو حجمه، بمقدار نصف كف اليد. وبعض الأحيان تلقى المتسابق نقول مايكك طافي، ليش؟ هنا في زر، إذا حرك الزر هذا طفى، وإذا حركوا الجهة الثانية اشتغل. وفي بطارية، بطارية حجم الأصبع تنتهي، يعني تعطيك لو اشتغل 24 ساعة يوم يومين ثلاثة تلقاها تنتهي، يحتاج يغير البطارية. فالآن هذه بعض الأمور والتي يستخدمها الإعلاميين. فخلونا اليوم نتعرف على كواليس أكثر عن الإعلاميين واستخداماتهم. ننتقل الله يعطيكم العافية بعدها إلى على قولكم السماعة التي هنا، أيضا هي عبارة عن جهاز نفس حجم المايك. وتوضع السماعة إما أن يكون بهذا الشكل مفصلة على الإذن اليسار، وإما أن تكون للإذن اليمين. أنا شخصيا أرتاح في الإذن اليسار، فيحطوا لي اليسار، واحد ثاني في اليمين على كيفه. لها اسم، ما هو اسمها العالمي المتعارف عليه؟ أحد يعرفه؟ طب نفترض أنكم إعلاميين وكذا، ها؟ لا، إير بيس. فتلقى المخرج يقول لك الإير بيس، الإير بيس. فهل هي حاجة بسيطة خلاص إير بيس في إذنك وانتهى؟ هل تعلمون أنه الآن خلال دقيقة واحدة المخرج كلمني كم مرة؟ قاعد أتحرك وحطيت هذه في يدي، فإيش يقول لي؟ يقول لي اثبت مكانك عشان أبغى أقرب اللقطة. أنا قاعد أكلمكم، هل إذا بدأ يتكلم أوقف؟ إيش؟ عيد يا مخرج، أنا ما سمعتك، دقيقة أنا قاعد أكلم الناس، أرتبك، أضيع. يجب أن يكون المذيع متوازن، يستمع جيدا، يتحدث بلباقة، وإذا تحدث المخرج لديه أو الكنترول في إذنه فهو يكمل حديثه، وعنده عقل اللاواعي يركز في حديث المخرج وهو يتكلم في نفس الوقت. فهي مهارة ليست سهلة وليست بسيطة. ماني قاعد أتكلم أنا أمدح نفسي، أنا أتكلم عن زملاء إعلاميين كثير هم يمارسون هذا الدور تلقائيا، ومع الأيام تأتي بالممارسة. فيجب أنك تتعلم هذا الشيء وتعرفه. وإذا أذنتم لنا نريد الآن نقوم بتمرين وتطبيق عملي. سوف أدعو أحد الزملاء وأذكر له أن يتحدث عن موضوع معين ويضع الإير بيس في إذنه. في هذه الأثناء الزملاء في الكنترول بيقول لك وانت قاعد تتكلم لا تتوقف، بيقول لك اتجه إلى اليمين شوي، فتتجه إلى اليمين تسمع كلامه. بعدين بيقول لك لا تنسى صلح الشماغ، فيجب أنك تصلح الشماغ وانت باقي تتحدث. بعدين بيقول لك اتجه إلى اليسار الكنترول. بعدين يقول لك لا الوضع مو واضح، صلح الطاولة اللي خلفك فيها مشكلة، فيجب أنك تعود. أي فبيصير الآن حركة وأكشن. هل يقدر الواحد يسويها مع بعض أو لا؟ أول واحد رفع يده مقرن، تفضل يا مقرن، أبغاك تطبق هذا التمرين للجميع. يا سلام يا مقرن، جاي بحماس. بسم الله. يقول لك الجهاز هذا مفتوح ولا لا؟ لا مو مفتوح، خلونا نشغله. بسم الله، الآن شغلنا الجهاز. يا سلام، تبغى الإشارة؟ توقف بجواري. شوف المخرج قاعد يقول لي خليه يوقف وجهه الكاميرا لأنك أعطيت ظهرك الكاميرا. ها. لا أنا أبغى الآن، أنا طبعا أسمع مع الإير بيس، لو قال له يمين أنا قاعد أسمع يمين، قال له يسار يسار، وشوف هل نفذ ولا لا. بس أبغاك تستطرد، يا تقول لنا قصيد، يا تنشد، يا تسوي أي حاجة وتستطرد المدة دقيقة دقيقتين ما تتوقف. يلا الله يعين، الله يعين. المخرج يقول لي بدأ يتوتر، شوف حركته. أنا يعني شيء بالشيء يذكر، يعني في القطاع الخاص في الشركات أول ما دخلنا الشركة مع رواد وبين الموظفين، فنجلس مع الشباب ونسولف معاهم، أسولف معه في الراديو يتكلم، لا تكلم الراديو سكتنا حنا يا الجدد، نبي نسمع ايش يقول الراديو، والشباب يكملون بعدين، وهو يكمل يلا عندكم يا شباب عندي شغل، فأقول أنا كيف سمع الراديو؟
لا هذه تأتي بالممارسة. اي فمع الوقت بالراد وهو يتكلم صرت اتعود عليه، لكن فابغى اجرب انا الطريقة هذه اشوف هل هي نفس اللي عندنا. على العموم ما يسمونه في عرف الاعلاميين ما يسمونه راديو، يسمونه توك توك، ففي لها كل المصطلحات. انا ما ابغى الحين اجي واقعد افرد عضلات كل شيء، ولكن هذه مهمة وطبعا انواع وفي بعضها اجهزة، خلينا ما نبغى نفصل. يلا توكل الان نبغى نجرب. الرجل عايش الان الدور بيسمع وينفذ وكل شيء. ابغاك تحط هذا في جيبك، و طبعا بالمناسبة أيضا درجة الصوت تسمح لي مرة ثانية تجيبه، درجة الصوت ممكن يكون مرتفع جدا أوزنه يعني، فهنا عندي معيار للصوت فيكون مرتفع جدا، فبعض الأحيان الصوت يرتفع لين يوصل إلى المايك فتجد المستمع والمشاهد قاعد يسمع الصوت التنبيهات المخرج، فيجب أنك توزنه وتسوي تست. هذا أيضا معلش والله أنا بدخل في تفاصيل ما كنت أبغى أدخل فيها، هذا النيك مايك له أنواع، في منها ما يأخذ مقدار شبر فقط، دائرته أقل من 30 سنتي حوالينه، يعني لو يتكلم هناك مقرن ما يلقط الصوت، فهذا خلاص له مقدار معين. بعضها درجة الحساسية فيها تخليها عالية يلقط محيط 3 متر 4 متر، فبهذا الشكل. ولها أنواع ولها، بس أنا أبغى أتجاوز الشغلات التفصيلية هذه. فهنا أنا قاعد أوزن لك الصوت إلى مستوى متوسط، بعدين أعطيك إياه وبسم الله. هذه اليمين أبي اليسار. أي ما شاء الله عليك، اللي أعطتك إياها هي اليسار ظني. بالله؟ لا لا أول، نعم هذه هي اليسار، وهذا هو ضعه في جيبك. سامعك سامعك. أيوة قاعد يسوي تيست، مقرن مقرن وهو يقول سامعك سامعك. طيب مقرن جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنطلق؟ الله يمسيكم بالخير يا شباب. أبو حور عدل جسدك، عدل جسدك أبو حور وتأدب بالله في حضور الرجال. كيف حالكم يا شباب؟ طبعا انا اخوكم مقرن الشواطي، ما عليكم زود. تبون وش تبون تسمعون مني؟ سلامي عليكم يا متى تنتهي الفقره يا استاذ ماجد؟ عندك دقيقه ان شاء الله. سلامي عليكم يا هلا العايد والذود، سلامي عليكم يا أهل البيت وارواح. والله الكنترول جننوا. لا لا والله والله يقولوا له خذ خطوة اليسار يروح خطوة قدام. لا بطولي والله. يعافيك ربي. أكمل ولا ما تبغى نكمل؟ يقولوا له يعطيك العافية يرد عليهم يعافيك والله. قاعد شغال مع الثنين. ايه تلخبطت والله. شوف يقول لهم، يقولوا له يعطيك العافيه، يقول الله يعافيك. سلامي عليكم يا هلا العايد والذود، سلامي عليكم يا هلا البيت ورواقه، هلا البيت ورواقه. سلامي عليكم يا هلا العايد والذود، سلامي عليكم يا أهل العايد والذود، سلامي عليكم يا أهل البيت ورواق، أهل البيت غلاكم قديم وكل يوم يمر بزود، وحبيت وايتكم على حب سواقه، على حب سواقه. والله العظيم انها صعبه، قسما بالله اني انا ما توقعتها كذا. احاول اني اثبت معكم شوي وفجاه يعطيني سالفه ولا يسالني سؤال اترككم كلكم واجاوب عليه والله العظيم. ف الشكر لكم جميعا، واشكر الكنترول، اشكرك استاذ ماجد على التجربه الشيقه صراحه. طيب عبد السلام، عبد السلام ابو حور في جماهير الطالبك انك يلا تاتي. اخر واحد واخر تجربه في هذا الشيء، بس انه تراها ملكه تاتي مع الايام. واحد يوميا يلقي نشرات اخبار فطبيعي، وبعطيكم بعض الكلمات التي تقال معروفه عندما يقول له رياكشن. رياكشن يعني ايش؟ لها خلينا تفضل. انا والله اني خفت منه لأن حطه في جيبك، لأن الترباس قريب من الإربيس، الترباس حق الرشاش قريب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تربط. نعم ريح عقلك ولا تشغله في اليسار ولا في اليمين على كيفك. جرب وسوي له تست. لا قال والله يعطيك العافية. هلو. لا مستحيل، أنا أتحداهم والله، متمرس على الشغلة. طيب
سووا له تيست يا كنترول. هلا مرحبا الان. طيب بسم الله والسلام على رسول الله. ترى قاعدين يقولوا له معلومات ما جعل الله لرجل من كلبين في جوفه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم، كم نحبكم وكم نغليكم وكم عرفناكم على وجه البسيطة، رجال هامات وقامات في المجتمع العربي الأصيل. الله أكبر، كم أنا أحبك يا الذي تناديني في مسمعي. مرحبا بك يا مطيري، اجلس الله لا يهينك. ما هو مطيري إنه هذا. أهلا بكم، حياكم الله. أنا والله الذي لا إله إلا هو أني مندفع، لكن فيه ناس هنا ما غير مدري شو يقولون، فأسأل الله أن الله يجمعنا بكم في جنات النعيم. قامات وهامات وشعراء ومنشدين، وشعراء ومنشدين، ولا يستطيع أن يكون الإنسان يمشي في الطريق السليم إلا بخطواته الثابتة. صورتي تبان في الفروبايل. خلوني أقول لكم بعض الشغلات. قالوا له اتجه الكاميرا اللي على يسارك، فاتجه. قال له قل لفلان يجلس، ما شاء الله استجاب. اتحرك في المسرح، اتحرك، ابتسم زيادة، ابتسم. قالوا لا تندفع، هدي اللعب، فهد نبرة الصوت. ما شاء الله ماشي وقاعد يكمل. بس أحس في حساسية في إذني. أبغى أذي أحك إذني. نجيب لك عودة ثانية. تعرف إني أنا ما أحب أحك إذني إلا بمفتاح الهايلوكس. دق سلفة. قالوا له اضحك، قاعد يضحك. أي والله في ضحكة. يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا لكم يا فركة الموجودة. أيوة بالله، إيش رأيك؟ ما قصرت. طيب يا شباب، هذا الجهاز إذن اللي في الإذن عرفنا شو اسمه؟ إير بيس. فهذه أحد الشغلات اللي اليوم عرفناها. طيب إيش الكلمات اللي ممكن يقول لك إياها المخرج في الإير بيس؟ حنا نكون في الإنترو. والله أنا الحين بجيب مصطلحات أصلاً. إنترو، ما هو الإنترو؟ اللي عنده إنجليش ترى بيمشي مع بعض الشغلات. يعني اختصار إنترودكشن. كنترول ممكن. إيش؟ الادخال او بيكون فيه سواء فاصل اعلاني، برومو شغال، طلعت شارة زد رصيدك، فهو يقول لك احنا بنطلع من الانترو ونجي عليك. انترو ايش معنى انترو؟ انت تعرف انه اوه خلاص. اي نشوف. طيب انترو الان هذه اللي هي مقدمه البرنامج، شوف الانترو اللي الان على الشاشه ثم ياتي معك. هذا انترو طلع على الشاشه للناس الان. احنا محنا لايف. هذا ايوه. فشوف المخرج قبل شيء بعد الانترو ايش قاعد يقول لي؟ 5 4 3 2 1 كيو. شوف هذا قاعد يقول لي كيو. ايش معنى كيو؟ كيو يعني تفضل تكلم. اذا اخذنا الان مصطلحين مع بعض، انترو اللي هو الفاصل الاعلاني، شفنا الان انترو كان اللي هو الفاصل قبل شويه، كيو يعني انت على الهواء تفضل تكلم تحدث. فاذا قال لك كيو تقول له نعم، ايش تبغى؟ يعني تحدث لا تقعد تتورط. فهذه عرفناها مصطلحات، يعني 3 2 1. إذا كان مشهد درامي يقول لك أكشن، أكشن يعني ابدأ التمثيل. إذا كنت على الهواء أمام كاميرا في برنامج حواري ولا غيرها كيو، أو يقول لك بعض الأحيان هوا، هوا يعني خلاص أنت لايف. إذا أخذنا أيضا مصطلح جديد، بعض الأحيان يكون عندي ضيفين، خلوني أنزل هنا تحت، فيسمون الجيست أو ال 1+1، يعني عندك مذيع مع ضيف واحد، مذيع وضيف فيسمونها 1+1. عرفناها. فيكون الضيف الكاميرا مهي او الكاميرا على الضيف على سبيل المثال، وهنا المذيع. فيقول للمذيع، تلقى طول الوقت الضيف قاعد يتكلم والكاميرا عليه، يبغى ياخذ لقطه صغيره على المذيع ويرجع للضيف، فيقول للضيف للمذيع في اذنه رياكشن رياكشن. ايش معناها؟ يعني اعطيني اي لقطه تفاعليه، اي لقطه تفاعليه بجيب عليك لمده ثانيتين 3 ثواني، اعطيني رياكشن. فغالبا ايش يسوون الرياكشن؟ يهز راسه انه قاعد متفاعل ولا وكذا، هذا يعطي رياكشن. يعني بعدين دقيقه ثانيتين ثلاث ويرجع للضيف.
فهذه تصير في البرامج الحوارية. فإذا قال لك رياكشن يعني الكاميرا بتجي عليك أعطيني ردة فعل. فرياكشن واضحة؟ واضحة. إذا أخذنا الآن كم كلمة بشكل جيد نكمل عندنا بعدها، والمخرج ما شاء الله تبارك الله معايا بشكل جيد. خلونا ندخل على اللقطات. في لقطة اسمها زوم إن وزوم أوت، فخلونا الآن على الشاشة بيأخذ معايا المخرج زوم إن وأنا قاعد أشرحها. الزوم إن سوف يبدأ من لقطة متسعة جدا، لقطة من بعيد، ويبدأ يقترب علي ويقترب بالكاميرا ويأخذ زوم، يقترب يقترب حتى يصل. أها بنجي خير، الزوم عليك الآن، أخذ لقطة متسعة وقاعد يقترب إليك. الآن شوف اللقطة يا شباب، اللقطة من بعيد وبدأت تأتي على بنجي خير. شوفوا الآن في الشاشات، هذا هو. بس يا أخي المسباح عندي خلاص قاعد أصلي فيه. أبغى نفس اللقطة يا مخرج على بنجي خير، أبغاها زوم أوت، زوم أوت تكون قريبة منه، والله ثم يبدأ يخرج يخرج يخرج، يبتعد يبتعد حتى يطلع اللقطة في ذمتك عامة. إذن هذه زوم أوت، شوفوا الآن بدأوا يطلعون البقية، شوفوا الشاشات واضحة أمامكم. خلاص عرفنا الزوم إن تكون لقطة متسعة بعدين تروح إلى شخص بعينه، الزوم أوت العكس من شخص صغير أو لقطة صغيرة إلى لقطة متسعة. عرفنا هالمصطلحات شفتوها على الشاشات. ترى هذه معلومات بسيطة بس تدخل بعدين عند الكنترول تقول إيه أنا أعرف، ماني بزي أول، جانا أستاذ ماجد، يعني خلاص عندي خبرة ما شاء الله تبارك الله جيدة. خلوني أدخل إلى أنواع اللقطات الثلاثة. بالمناسبة بالمناسبة اليوم يعني دائما أروح أمر الكنترول، فبعض الأحيان أكلم المخرج أنسق معه في بعض الشغلات. اليوم جيت متأخر فما مريت، فهذا كل الكلام قاعد أنسق مع المخرج، بس هو عارف المصطلحات، ما يحتاج يجي أقول له ترى أنا بعلم الشباب الزوم إن وتكفى لحظتها تدخل خلاص هو عارفها. فأنا الآن بقول له اللقطات الثلاث تلقائيا يعني هو بيسويها. عندي اللقطة لونج شات، ميديوم شات، كلوز شات، لقطة متسعة جدا، ولقطة متوسطة، ولقطة قريبة. فخلونا نبدأ باللقطة المتسعة. اللقطة المتسعة يأخذ لك مكان بعيد وتجيك بعيدة، لقطة بانورامية متسعة يسمونها وايت شات، حتى بعض الأحيان لقطة متسعة وايت شات، فيظهر فيها الشباب جالسين، يعني ممكن تأتي من الكاميرا التي هنا في الأعلى فيظهر عدد كبير من الشباب وهم جالسين، مثل ملعب كرة القدم عندما يجيب لقطة من بعيد وتشوف الفريقين وتشوف كامل الباب الأول والباب الثاني. لقطتي الآن في الشاشات كما ترونها هذه لقطة متسعة، ظاهر المكان والمتحدث كل شيء. هذه إذن عرفنا لونج شات. اللقطة الثانية الميديوم شات، والميديوم شات أيضا يقسمونها، في عندك أمريكان ميديوم شات تأخذ من الركبة، والميديوم شات الثانية لا من البطن، هي المتعارف عليها وتكون في نشرات الأخبار وغيرها، تكون من البطن منتصف البطن يظهر فيها الكتفين ويظهر فيها اتساع شوية ويظهر جزء من أعلى الرأس بمقدار يعني عدد من السنتيمتر. هذه اللقطة الآن اللي ظاهرة في الشاشات أمامكم هذه تسمى ميديوم شات. اللقطة الثالثة والأخيرة هي لقطة الكلوز، اللقطة القريبة. اللقطة القريبة دائما تركز من منطقة الوجه فقط إذا كنا نتحدث عن شخص، فيجي الآن شوف كيف أخذ كلوز، صار كله على وجه المتحدث، هذه كلوز الآن على هزاع. لقطة كلوز قريبة كمان، لو كلوز أب يا أو إكستريملي كلوز أب، يلا يلا إكستريملي يعني أنها بعد سوف تكون لقطة الله ولد. هذه اللقطات متى تأخذ؟ خلونا أعطي استخداماتها. وضحت الآن؟ يعطيكم العافية. اللقطات الثلاث متى تستخدم؟ إذا كان المكان جميل وتبغى تظهر جماليات المكان فيجب أن تستخدم اللقطة المتسعة حتى يبان المكان ويبان الدنيا كلها. تروح إلى القرية لازم تأخذ لقطة متسعة يشوف الناس الأماكن يشوف المحلات كل شيء. الميديوم شات في واحد قاعد يتكلم فيجب أنك تقرب منه وتطلع هو يتكلم، تطلع قسمات وجهه، تطلع الحركة لغة الجسد والشغلات هذه، فتأخذ الميديوم شات. الكلوز واللقطة القريبة تأخذ قليلا ونادرا. الميديوم الآن شوفوا على الأستاذ سعيد الحارثي بشكل جيد، هذه ميديوم شات. طيب الكلوز تأخذ دائما في الاموشن، في الناحية العاطفية المشاعرية، فإذا واحد ضحك يقرب اللقطة منه كلوز لأنه كان يضحك مستانس، أو واحد
بكى او حزن او دمع تلقاهم تلقائيا يروحوا يقربوا من عيونه يطلعوا لك الحزن. ليش؟ لانه يحتاج هذه اللقطه تتضح بدرجه كبيره وتاثره. شوف لو ابغى اخرب على المخرج ابدا اتحرك، بس انا ما ابغى اتحرك لانه خلاص في تفاهم بيني وبينه. الان هذه اللقطه اذا في ابتسامه في مشاعر الله ياخذ لقطه قريبه، لانه شوف مبتسم يظهر قسمات الوجه بشكل جيد، او لقطه حزينه فيها حزن فيها دموع فيها شيء من هذا القبيل ياخذ لقطه قريبه. اتفقنا. هذا ترى في كتاب صدر قبل عده سنوات اسمه حركه الكاميرا في القصص القراني، واخذ هذه الثلاث لقطات وطبقها على القصص التي وردت في القران. كيف؟ يجيب القصة القرآنية ويجي يقول هذه اللقطة كيف. مثلا في سورة يوسف يقول الله سبحانه وتعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. تخيل كذا جاءوا أباهم عشاء يبكون، إيش تتخيل اللقطة؟ لقطة من بعيد وجايين هم من بعيد وجاءوا أباهم عشاء يبكون. بينما كمل في سورة يوسف يقول الله سبحانه وتعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إيش تتخيل اللقطة؟ لقطة كذا وبيضت عيناه من الحزن، فأنت تخيل اللقطة كذا والكلام كله كأنه على العين ولحظة حزن، وذكرنا قبل قليل تكون عند الحزن أو العواطف أو المشاعر أو غيرها. ثم يكمل لقطة المديم شت فوكزه موسى فقضى عليه. هذا قال لك مديم ويبدأ يجيب بقية القصص القرآني. بالمناسبة الكتاب موجود في الإنترنت ومجاني ومؤلف الدكتور زهير المزيدي. طيب هذه أنواع اللقطات الثلاث. نكمل بقية المصطلحات. عندنا الله يعطيكم العافية ندخل في الصوتيات، بما أنه في منشدين كثير فلازم أذكر ما يتعلق في الصوت. عندما يأتي منشد هنا ويحط قدامه المايك ويحط الستاند وتلقاه يسولف مع الشباب، ها كيف بالله يلا أيوة الشباب. ليش؟ لأنها شغالة. يقولك شغلها، إيش معناها؟ في مصطلح دائما يستخدمونه وأتوقع كثير منكم يعرفوا المفترض اللي هو البلاي باك. بلاي باك يعني هي تشتغل من الخلف خلاص، وهو فقط يقعد يمثل كأنه هو اللي يتكلم. هو أصلا مو قاعد يتكلم شيء، هي أصلا شغال كأنك مشغل مسجل، فهي شغالة 100% وهو لم يقوم بأي دور. فايش رأيكم شغل بلاي باك دحين؟ يلا بلاي باك. بلاي باك وكأني أنا قاعد أتكلم وأنا أصلا ما أنا قاعد أتكلم أقول شيء، في حاجة تطلع في الخلف وصوت للناس واصلا ما انا قاعد اتكلم او ما هو الصوت الحقيقي اللي بيكون الان. فهذه اسمها بلاي باك. خلونا ننتقل للمصطلح الثاني. المصطلح الثاني هي ثلاثه في الصوتيات. بلاي باك يشتغل كاملا وهو لا يقوم باي دور. الثاني يسمونه ماينس 1. ماينس 1 جميع المؤثرات الصوتيه تشتغل والمرددين يشتغل، بس صوت المنشد غير موجود. فهو يبدأ ينشد صوته يكون لايف والمؤثرات الصوتية شغالة، فهو يبدأ يكمل ويكون صوته الصوت الشخصي لايف ولكن المؤثرات موجودة. هذا يسمونه ماينس 1، يعني نقص واحد. ما هو الذي ما هو الناقص؟ صوته، صوته الإنشادي، صوت المنشد أو المؤدي نفسه. رقم ثلاثة أن يكون لايف، كل شيء لايف. معنى لايف انه هو المنشد قاعد يتكلم كاملا، الترديد ياتي فرقه فيرددون ترديد كامل حقيقي، اذا في اي شيء تكون كلها لايف 100%. ما هو الاجود والافضل؟ دائما يقولون اللايف هو الافضل بلا شك، لانك تعطيه الجو الحقيقي كاملا فيعيشه كامل اللايف ولا يبدا يتشتت يمين ولا شمال. ولكن اللايف فيه مخاطره عاليه، اي خطا يظهر للناس، اي شيء يصير يظهر للناس، فكثير يلجأ إلى الماينس 1 اللي هو بس صوت يكون ناقص ويبدأ هو يكمل. أما البلاي باك يحتاج إذا الواحد يشغله يكون كذا متقن وحافظ الكلام ويبدأ يمثل حتى يشعر الناس أنه فعلا قاعد يؤديها في نفس اللحظة. إذن هذا فيما يتعلق في الصوتيات. فإذا جيت منشد لا تقول لهم شغلوها شغلوا، قول لهم لو سمحتوا بلاي باك عشان يفهمونكم. بلاي باك خلاص سين حنا عرفناها. ايضا من المصطلحات بعض الشغلات، مع انه الوقت ضاق عندنا والله انا ماني عارف اخذ ايش ولا ايش. كنت ابغى اتكلم عن فريق العمل وما اكثرهم، فخليني اتكلم اللي هي مثلا فريق العمل. عندنا الكنترول، كل شيء يقول كنترول كنترول، او يسمونه جاليري. جاليري اللي هي اللفظه البريطانيه، لو تروح بريتش لا تقول جاليري. يو اس اللي هي امريكا وغيرها يسمونها كنترول.
طيب ماذا يتكون الكنترول؟ اللي هي الأجهزة والمخرج وفريق العمل والبروديوسر أو الإنتاج، شغلات كثيرة يكونوا موجودين في الجاليري. طيب عندك حاجة تسمى فريق الإعداد، كثيرا ما يتردد الزملاء يقول والله فايز مدخلي، فايز مدخلي، فايز من أروع الناس في الإعداد وهو واحد من فريق متكامل، وتحية الفايز يستاهل أجمل تحية مع فريق الإعداد كاملة. فايز واضح أنك متوصي فيهم والشباب متحمسين معك. طيب فريق الإعداد عادة الله يعطيكم العافية يقوم بأدوار متعددة، يعد المحتوى، يقوم بدور بعض الأحيان الاتصالات والتنسيق، في عندك ضيف، في اتصال بشخص، يبدأ هو يعد هذه الأمور كلها ويجهزها. عندك أدوات، اليوم جاب طاولة وجاب كذا، هو حلقة الوصل لإعداد هذه الشغلات كلها. فيه بقية الأمور كنت أبغى أتكلم عن المنتج، عن المخرج، عن غيرها، ولكن أخذنا هذه اللمحات العامة بالذات اللي لكم احتكاك مباشر معها كمصطلحات إعلامية عنوان لحلقتنا اليوم. يعطيكم العافية، يبدو نطولنا شوية، فما أظن في مجال كثير للأسئلة. لو في سؤال واحد فسوف يكون هو وحيد، أو تعليق واحد فسوف يكون هو وحيد، وإن شئتم فختمنا حتى يصير نحافظ على الوقت. أستاذ سعيد، الحقيقة أنا أشكرك يا أبو يارا على هذه المعلومات الجميلة والمهمة، واللي توضح لنا أن الإعلام ليس مذيع، الإعلام هو عبارة عن كادر كبير طويل عريض، في مخرج يقوم بدور كبير، في معدين، في مصورين، في مهندسين صوت، يعني في كادر جميل جدا، لكن غالبا الشكر يكون للمذيع، والخطأ أحيانا يتحمل أيضا المذيع. فأنا من هذا المكان أحب أشكر كل الكادر اللي حنا ما نشوفهم ومشاهدين ما يشوفونهم. الله اللي في الكنترول يستاهلون، يلا استانسوا، قاعدين نصفق لكم جميعا وتستاهلون أكثر. يعطيك العافية على هذا التوضيح، شكرا لكم الشباب وعلى القوة، وإن شاء الله نشوفكم نجوم في سماء الإعلام، وإلى اللقاء. تفضل أستاذ بقرن. احب اوجه تحيه صراحه للشباب اللي كانوا معاي قبل شوي ساعدوني وعلموني، اي اللي ساعدوك في الكنترول، ها والله كلهم تحيه والله، شكرا للشباب، يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه الشباب، يعافيكم ربي ان شاء الله. سعيدين والله سعيدين، شكرا لكم. الله يسلمك. وجهزنا شيء لبكره، بس صوتك تجي لحظه الفهاوه. سعيدين بجد. نعم موفقين يا حبيبي، موفقين ما شاء الله، موفقين. الله يعطيكم العافيه. فما لا شباب، موفقين يا شباب، تجربتك حلوه. اي والله.